اخر ابديت عن ترشيد الاستهلاك. وزي ما انتم عارفين احنا عملنا خطه اللي هي تخفيف الاحمال او تخفيف احمال الكهرباء، عشان مصر بتستهلك كم مهول من الكهرباء، واحنا كمواطنين الحمد لله ما عندناش ترشيد ذاتي، يعني ما يعني بنسيب بقى كل حاجه مفتوحه وكده. فده يعني وصلنا للكونكلوجن اللي هو ان احنا اضطرينا ان احنا نعمل خطه لتخفيف الاحمال وترشيد الاستهلاك. وخليني اقول لكم برضو الاسباب تاني. اولا الاسباب انه كان في نقص في البنزين، نقص في الوقود يعني، وطبعا ده هو اللي بيولد الملاك الكهرباء. وبرضو زياده استهلاك اليومي للكهرباء بيأثر بطريقه سلبيه على الامدادات الواصله من الوقود زي ما قلت لكم. فعشان طبعا ناس كتير قوي ما بيسترشد، يعني هم ما بيتحكموش في الاستهلاك بتاعهم او بيحاولوا ان هم يخففوا الاحمال على الكهرباء في البيت. وللأسف الشديد برضو سبب من الأسباب هو إن ناس كتيرة بتسرق التيار الكهربائي، يعني بتسرق أسلاك الكهرباء، فده برضو بيحمل أكتر على الاستهلاك. وبالرغم من إن الدنيا دلوقتي درجات الحرارة كانت قلت الفترة اللي فاتت أو الشهر اللي فات، إلا إنه أكشلي الاستهلاك اليومي كان مرتفع جدا الشهر، يعني في رمضان كان مرتفع جدا. أنا شايفة إيه السبب؟ والله يعني أنا عن نفسي بقالي مثلا بتاع أسبوعين بنام بتكييف، اوكي مش شايفه ان في انخفاض في درجات الحراره بصراحه. بس ايه السبب ان ارتفعت مره واحده في رمضان؟ على فكره رمضان كان فيه ايام كتير برضو الجو فيه كان برد، في ايام كان فيه برد بالليل، بس يعني ما اعرفش، مش هنام بشباك مفتوح ماشي، بس مش تكييف برضو قوي، مش تكييف قوي يعني. في ايام وايام، بصي عندنا في البيت في ناحية بحري وفي ناحية قبلي، فالناحية قبلي تبقى بجد يعني حاجة صعبة قوي، من أول مثلا من أول شهر أربعة خمسة تبقى بجد لا تطاق. تطلعي برة بقى، تطلعي برة في البلكونات وكده تلاقي إيه ده، أنا في عالم أخر. فاحنا مضطرين، وناس كتير عندهم نفس الأزمة، فمضطرين إن احنا نشغل التكييف. في علي بيصبح علينا. صباح الخير يا علي، علي صديق البرنامج. علي صديق البرنامج. بس فحبيت اقول لكم انه الموضوع ده هيبتدي من اول النهارده، يعني من اول النهارده هيكون في قطع كهرباء للاسف الشديد، وهو هيكون ما بين ساعات 11 الصبح لحد 5 مساء، وهيكون حوالي ساعتين للاسف. ساعتين للاسف الشديد هيكون ساعتين. فبصوا مش عارفه اقول لكم ازاي تاخدوا احتياطاتكم، لانه بجد ما فيش اي احتياطات نقدر يعني ناخدها الا اللي هو ايه، يعني لو انتم في الشغل لانه ده توقيتات شغل، اشحنوا اللابتوب صح اوفر نايت، اشحنوا موبايلاتكم اوفر نايت، اشحنوا اي حاجه انتم تحتاجوها في الشغل او في التوقيتات دي اوفر نايت، عشان مش هيكون في كهرباء. وربنا يستر على ذا لافن كايرو شو برضو، لانه هو الساعه 11 وهو التوقيت من 11 ل 5، يعني يعني في ساعتين أي في اي وقت، في اي وقت من 11 لحد 5 بالظبط، ميعاد الشو يعني اون بوينت، هو مش متحدد يعني، مش متحدد امتى، ما نقدرش نعرف مثلا. بس هي برضو الوزاره كانت بتقول ان يعني بالتحديد في الساعات دي علشان اي حد عنده اي حاجه بالليل عايز يعملها ما ياثرش عليه، يعني الناس اللي عندها بقى مذاكره، الناس اللي في الجامعه، المدارس بالظبط احسن بكتير. عشان لو احنا بالليل لا، ما اكيد مش هنعرف ان احنا نكمل اللي احنا بنعمله. أكيد.